طلع بره الثانية على طول اللي هي لوحدها دي شغلة. اوكي طيب هنعمل ايه في الورقه ديت؟ هنقيم نفسنا، بمعنى كل كاتيجوري عندنا، كل كاتيجوري بيخاف حاجه معينه انساها تماما، هنمسك واحده واحده ترجمها مع بعض، وحضرتك هتحط رقم من واحد لسته. واحد معناها مش انت خالص، سته معناها انت قوي، تمام؟ بكل بساطه انت حاسس ان الحاجه دي انا بجدية، ولكن من غير ما تيجي على
اي سؤال في اول تو كاتيجوريز في اول نوعين واضح الكل هيطلع الكاتيجوري 1 اول واحد تمام انا بظهر الكاتيجوري لبعض الناس وبعض الناس تانيين ما حلو اللي عرفته اكتر ثلاثه او اربعه الاكثر من الناس بتظهر ولا لا؟ لا ولا زي ما بالظبط؟ هو على حسب الناس مش على حسب حط ثلاثه فهمت قصدي ايه ثلاثه صح؟ فهمت السؤال ولا ما عرفتش؟ ساعات حسيت ايه انا ساعات في كده ساعات لا طب انهي اكتر؟ لا ساعات ساعات هو ستة في الشغل انا بشتغل بجي على نفسي بعمل حاجه بس من غير ما ايه بتعب نفسي سلبيا
رقم 11، انا منظم وجاهز لاي حاجه ممكن تحصل لي في حياتي عشان اتجنب ان انا اتحط في حته اللي يبقى فيه مصايب او كوارث او في ضغط عليا او مفاجآت، فانا بجهز نفسي لكل ده عشان ما اتحطش في الاستريس ده. انا ببدا اسبوعي بخطه واضحه جدا للي انا عايز اوصل له خلال الاسبوع ده. اتفضل. 10. ايه اللي انا عايز اوصل له في حياتي؟ مش مشكله، انت عارفه. ما قالكيش انا ان انا بوصل. انا عارف انا عايز اوصل لايه. انا عارف انا كان في كده، يعني مثلا انا عارف انا عايز اروح فين، بس ده السؤال اللي سالناه انت وصلت ولا لا؟ تمام؟ ها اي سؤال تاني؟ اتفضل. ممكن مايك هنا معلش وقت نقول اوكي حضرتك انا ممكن ابقى سببت المشكله دي. بس اي سؤال فيهم؟
يبقى ما بتوصلش لهدف من اهدافك. اللي هي الهدف دلوقتي حاجه عظيمه جدا يا جماعه. في بعض الناس بتفتكر ان الهدف لازم يكون حاجه متلجعه. صح؟ ان انا اغني، ان انا انجح، ان انا اعمل، لا، ان انا ابقى مبسوط، ده هدف. صح ولا غلط؟ مبسوط، ايه المشكله؟ ابقى مرتاح نفسيا، هدف. فالمهم يكون انت بتعمل حاجه ليها حاجه هتوصلها. بس ده المهم في الايه؟ في النقطه ال 15. اي سؤال تاني في اول خمس كاتيجوريز؟ طيب ايه الكاتيجوري السادس بقى؟ سؤال رقم 16. انا بهتم بنجاح الاخرين زي ما بهتم بنجاحي بالظبط. بالظبط عشان ما حدش يفتكر ان هو بالظبط يعني ايكوال بالظبط يعني، لا يعني قصدي ان انا برضه بهتم ان الناس تنجح زي ما انا بهتم بنفسي ان انا انجح. اتفضل. ايه معلش؟ معلش ايه كويس؟ الاخرين دول مثلا الاسره والعيله كده ولا ناس صحابي؟ لا لا عادي. ناس كلها؟ اه مش ناس كلها، مش معناها ان انا ما بقاش حد ما اعرفوش، قصدي ان انا ايه؟ مثال زي ما قلت لكم شويه، لما تعرف العلم ده روح اهديه، ما توقفوش عندك. مش حاجه واحده بقى في ناس في الشارع عشان خلاص، فهمت قصدي ايه؟ ولكن لو لقيت فرصه عادي، لان انا عايز الناس تدوق النجاح اللي انا عملته ده او الحاجه اللي تبني، انا عايز ادوقها للناس. فهمت الفكره؟ رقم 17 انا بتعامل مع الاخرين، بتعامل ده بشكل ايجابي بقى، ان انا اطور فيهم حاجات، اساعدهم في مشاكل، اساعدهم بشكل او باخر. رقم 18 لما بيكون في مشكله بحاول اوصل لحل ينفع او يفيد جميع الاطراف. يعني مش بتفكر في ان انا ابقى مبسوط وده مش مهم، او اضحي هم يبقوا مبسوطين بس انا مش مهم. لا انا عايز اوصل للمرحله دي كلنا راضيين. تمام؟ اتفضلي. انا سمعت 17 هتيجي تلاقي في المايك بس. في رقم 17 انا ممكن ان انا بتعامل مع اخرين جوه بيتي كل حاجه بس انا ما بكونش عادي. يعني انا محطوطه في موقف ان انا لازم اتعامل مع اخرين، انا ما بحبش اتعامل او اتعامل. انت جاوبتي خلاص. جاوبتي اخر جمله قلت ايه؟ خلاص لا حلو قوي السؤال ده يا جماعه، مش انا حطيت في كونتكست، كونتكست يعني سياق. فرض عليا ان اتعامل صح؟ بس انا مش عايز، يبقى انت مش عايز. فانت في اللحظه الحاليه انا مش عايز، مش عايز. فاقعد احط واحد او اثنين قرار يا ما تجاوبش عشان حلو قوي اللي ده، ما تجاوبش عشان فرض عليك، لان ده مش انت، ده الظرف، ده الناس، ده الخير. تمام؟ انا في شغلانه في التيم قالوا لي لازم اساعد الناس، فانا لازم اعمل كده. صح؟ فلكن انت لو بحريه عايز تعمل ده، لا، يبقى واحد. طيب. كده خلاص سته، في اي سؤال في سته؟ واضح؟ كويس. خش بقى على سبعه. انا حساس قوي تجاه مشاعر حسيس يعني. بس انت ممكن اجرح اللي قدامي لو قلت له كده. واحد دي مش معناها ان انت قليل ادب. عشان ممكن واحد يقول ايه؟ واحد بشكل وحش. واحد دي معناها ان انت مش فاكر. يعني هقول لك حاجه ضايقتك مش هيفرق معاك. بس انا مش قصدي ضايقك. طيب يعني خدها بالايجابي مش مستني، فاهمين؟ طيب. رقم 20 انا بسعى ان انا افهم وجهات نظر الاخرين. رقم 21 في حاله ان بكون بسمع للناس من جوه نيتي كده بتبقى فعلا عايز افهم وجهات نظرهم. مش بسمع بس عشان ايه؟ ارد. كده مفيش فرق بين الاثنين اللي قبلها؟ كويس. اللي قبليها وجهات نظر. ممكن وجهه نظر تبقى فيه احط نفسي مكانك. لكن هنا في حاله تخصصها لك لما بسمع. فبالتالي انا عايز اسمعك حتى لو انت بتكلمني حاجه تخصك. هسمعك احتراما ليك مش اكتر. تمام؟ اتفضل. ورقم 20 و21 على حسب يعني لو جت وجهه نظر علميه بستمع لها، انما لو مثلا في التعامل مع الناس او في
معايير مش بس مش بس تمام. حلو سؤالك عظيم لان هو طيب انت ليه فكرت كده لان انت حللت بس انا هقول لك حاجه اولا انا اندرستاند اند اكسبت هل هو قال لك كده تفهم وتواكب جات لك اللي انا عايز اقوله صح؟ فانت هنا اندرستاند افهم مش معناها وافق ده حاجه مهمه جدا لازم نفرقها بين الناس فاكرين المصفى؟ المصفى دي جواها حاجات كتير جدا ممكن تبقى جواها كل المعتقدات اللي في مخك القيم العادات قديم صح ولا لا؟ فبالتالي لو انت عملت حاجه ممكن تكون بالنسبه لك كويسه ممكن تكون بالنسبه لي مش كويسه بس ده مش معناه ان انا مش هخليك تعملها عشان هي بالنسبه لي وحشه. صح ولا لا؟ طب انا المفروض اعمل ايه؟ ريسبكت احترم وجهه نظرك. هل ده معناه ان انا اعمل اللي انت بتعمله؟ لا ريسبكت ملهاش علاقه باكسبت. انا هحترم بس مش هعمله. ومش هخليك تعمله لا هخليك تعمله. حب لان في الاخر انا عايزك تطلع من المحاضره دي لما تتكلم مع اي حد بره توصل لمرحله الارجيومنت اللي هي حاجه الجدال تروح جاي عارف لو عايز تقول بشكل بسيط جدا كل واحد عنده مصلحته فعلا كل واحد عنده مصلحته صح ولا لا؟ كل واحد عنده المصلحه اللي في وقتها بشكل مختلف عايز تقول بشكل اعلى قول له ديفرنت فيلترز عايز تقول بشكل اعمق قول له ديفرنت بيرسبشنز ادراكي مختلف لو قلت كده واللي قدامك على درايه بالعلم اللي احنا قلناه ده دي كانك حطيت نقطه ونغير ايه؟ الحوار صح ولا غلط؟ بس هي هتوقف الحوار ده ما حدش يبقى زعلان كله يبقى مبسوط. كويس كده سبعه في الطبقه. بس ايه الفرق ما بين 20 و 21 يعني فيو بوينتس وبوينتس فيو زي ما حلو الثانيه فيها ليستنج بمعنى خلينا نعيد تاني الموضوع ده. اول واحده ان انا في الموضوع ده تمام؟ الثاني ده انا هسمع لك حتى لو انت بتحكي انا مش فاهم بس مش هقطع يعني حتى في كود معمول للسيرفن هابس للسيرفن كود طبعا كان بيقول لك ايه؟ listen with the intention to understand not with the intention to reply بمعنى اسمع بنية الفهم مش بنية ايه؟ الرد ليه؟ لان لو سمعت بنية الرد هتعمل ايه كل شويه؟ هترد هتقاطع صح؟ لكن انا سمعت بنية الفيلم حضر سيد عشان اسمعك وافهم. تمام؟ اوكي اتفضل. دكتور معلش عايز اسال حضرتك على حاجة. هو احنا دلوقتي ما بيبقى عندنا الدي دي جي ولا المصفى بتاعتنا. أنا برجح بعد ما بيجي لي الانفورميشن على الفاليوز والبليفز بتاعتي ولا أنا من خلال اللي بيجي لي ده في المصفى أنا بكون البليفز والفاليوز والفلوس. حلو. ولا الاثنين. حلو. كويس هي بتتكلم بكل دلوقتي اوكي طب انا بالنسبه دلوقتي المصفى اللي صفي ده هل دي المصفى نفسها انا بعد ما اصفي المعلومات بتكون عندي قيمي ومبادئي وكل الكلام ده كله ولا مبادئي هي اللي جوه المصفى اللي صفي المعلومه وجايه خارجه؟ لا هي المصفى دي من ضمن مكوناتها القيم والحاجات دي كلها. طب هل معناها ان انا ممكن اغير الفلتر ده؟ بالنولج بالعلم بالخبره بانك تتحط في موقف يغير مبادئك لانك تتحط في موقف او في محاضره زي تغير فلترك، انت خارج من هنا الفلتر متغير، فبالتالي لما حاجه فلتر هفلتر بشكل مختلف، بتكلم معاك بالروسي، فالفلتر مسدود فمش هيعدي اي حاجه، مجرد ما اغير اللغه دي واستخدم حاجه فاهمها هتستوعب، او لو انت اتعلمت روسي هتستوعب. فاهم قصدي ايه؟ عامل ده على كل حاجه بقى، كنت انت في الاول عندك وجهه نظر ضيقه جدا، فبالنسبه لك اللي بيحصل دوت مش عاجبك، فكنت بتقول مش عاجبني. بدات تستفاد ان في وجهات نظر اخرى مثلا فبدا الفلتر يبقى مختلف فلما هشوف ده بيحصل تاني قدامي الرياكشن بتاعي هيختلف ليه؟ هتقبل هيبقى رد فعلي مختلف تماما تمام؟ فده بيحصل بيزد على ايه؟ بيزد على الخبرات والتجارب فردا على السؤال جوه الفلتر ده مكوناته الحاجات اللي فاتت دي كلها تمام؟ متغيره؟ الفلتر اتغير؟ مع الوقت بيتغير وده اجابه للي حضرتك قلته في اللحظه دي فلترك شكله ده تمام؟ طب بكره ايه اللي هيحصل؟ بعد المحاضره ده بيتغير عشان كده احنا قلنا دي هنتابعها بعد ثلاث شهور هي دي اللي هتخلوها معاك هتخلي معاك اللي بتخلوها دي عشان دي بعد ثلاث شهور ان شاء الله هتتابعها مع بعض تانيه جديده وهتقارنوا او تقارنوا ازاي عشان تعرفوا حصل البروف ولا لا. ماشي دلوقتي؟ ماشي بس معاك كده حاجتين
يعني انا اوريدي بصفي وبعمل اكوردنج للبليفز والفاليوز ماشي، وممكن وساعات ممكن اغير فيهم، يعني انا بتجيلي الحاجات اوكي برجعها للقيم والاخلاقيات والخبرات اللي عندي اوكي، هي اوريدي موجوده عندي، ممكن اضيف او ممكن اغير او ممكن صح. بعد ما تكون فلتر هتديه معنى، فهلاقي المعنى اللي هو مش مناسب للي عندي، فممكن ابصله بوجهه نظر ثانيه. طيب ده قصدي؟ طبيعي طبعا، بس انا عايز افلتر هفلتر بيزد على اللي عندي دلوقتي برضه تاني صح؟ الا لو استفدت منه حاجه جديده. انت تقصد كده ان ده لو انا جيت مخي الحاجه دي ده هخليه بقى عليه حساباتي صح؟ يبقى هنا الفلتر اتغير وهكذا. تمام؟ طيب كويس، خلينا نمسك كاتيجوري 8. انا بقدر وبخرب من الناس افكارهم، بقدر افكار الغير وبخليهم يقولوا افكارهم. Thank you.
تمام؟ كويس. لو بصينا بقى تحت كل عمود كده رقم واحد ده، شايفين المربعات دي؟ صح؟ المربعات دي لو عدناهم كده من تحت لفوق هتلاقوا 18. صح؟ ففي العمود الاولاني شوف انت رقمك كام، وحاول تحط لي نقطة في المربع الفاضي اللي بيمثل رقمك. فاهمين قصدي؟ يعني لو جبت هنا رقم واحد هتعلم منها نقطة. لو جبت رقم أربعة هتطلع من رقم أربعة هنا. لو جبت 18 هتحط نقطة هنا. ده بالنسبة لأول عمود. شوف بقى تاني عمود كام؟ المهم إن أنت هتنقط لي على حسب الأماكن اللي أنت حاطط فيها الرقم بتاعك. اتفضل. 16 هيبقى عندي مثلا تبقى في رقم واحد هنا مثلا. هيبقى 16 بقى هنا أهو بالظبط. 16 17 18 هم 18 مربع. هتحط نقطة جوه المربع اللي بيمثل الرقم بتاعك في كل عمود. وبعد ما تعمل النقط دي وصلهم لبعض. هيبقى عامل زي كيرف كده أو جراف أو خط وتبقى بقى هيبقى اتفضل. حلو. أول رقم عندي كام؟ 15. كام؟ 15. لو جينا هنا حضرتك بصي دي دايره رقم واحد، هنا عندي 15 صح؟ دول كلهم 18 مربع، فحضرتك هنا ده 18 يبقى ده 17 يبقى ده 16 يبقى ده 15، حطي نقطه هنا بالظبط. فهمتي؟ اعمليها بقى على كل دول ووصل النقط ببعضيهم، هيطلع لي الشكل ده. صح؟ الشكل ده بقى انا محتاج حد دلوقتي كده يجيب لي اثنين نقدر نستخدمه. انتوا شفتوني ما بقولش اسامي، مش محتاج اجيب اسامي، انا هعرفك بس تقروا الجراف ازاي وتشتغلوا عليه ازاي. مش هقدر من كده. طيب واحد اهو هناك ممكن ناخد ده بعد كده من هناك في نصنا وهنا بقى. معلش خد بالك. شكرا. طيب. شكرا. حلو طيب بصوا يا جماعه. طبعا مش هوضح للناس بس خليني انا اقول لكم كده ارسموا كده انتوا جروبي بقى ولا تبقى جروب بس عشان تاخدوا نفس الشكل ده. تخليني انا ايه؟ يعني الورقه الاولانيه دي رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه عاملين خط مستقيم. رقم خمسه بتنزل دروب تحت بعدين بتطلع سبعه فوق بعد كده ثمانيه فوق برضه وبعدين 19 تسعه تنزل تحت السنه. أول حاجة لازم تعملها إن أنت عشان تحلل الجراف دوت تمام؟ هنشوف التفصيل بعد كده تمام؟ هتحط خط بالعرض كده. الخط اللي بالعرض دوت هيوري لك نص الجراف بتاعك بالظبط. أكنك عايز تقسمه بالعرض كده. فاهمين قصدي ولا إيه يا جماعة؟ تمام؟ يعني أنت الخط ده كده هي عندها كل حاجتها في الجزء اللي فوق ده صح؟ فلو أنا عايز أقسم اللي فوق والتحت بالظبط هتلاقيني مشيت مع اللاين ده كده وعملته، هيبقى هو اللاين اللي في النص ده. فده يبقى فوق اللاين وده يبقى تحت مباشرة. فاهمين قصدي؟ خط بالعرض كده. عدي لي خط بالعرض وسط الخطوط اللي أنت عاملها دي. هيبقى في حاجات فوقيه وحاجات تحتيه، صح ولا غلط؟ بس أعمله كده حتى بنقط عشان ده يبقى الإيه؟ الخط اللي يعرفك الأفريج بتاعك المتوسط بتاعك تبقى عارف ايه اللي كتير وايه اللي قليل بالنسبة لك. تمام؟ عملنا كده؟ كويس. بعد كده بقى هيبقى عندك ايه؟ اللي تحت. صح؟ في دروب بقى نازل تحت الخط، صح ولا غلط؟ يعني بالنسبة مثلا للكيسة اللي فيه دي رقم خمسة فيها دروب. فبالتالي الشخص ده عنده مشكلة في رقم خمسة اللي هنعرفها بعد شوية دي ايه؟ فالشخص ده مطلوب منه ان هو يبتدي يعمل ايه؟ يمارس رقم خمسة دي كتير. وبعد 3 شهور هيروح قايل دي هيعمل نفس الاجابات تاني، ساعتها هيبقى المصفى اختلفت، هيروح باصص هل دي حصل لها امبروفمنت ولا لا؟ بقت قريبه من الخط اللي بالعرض ولا لا؟ لما ده هيحصل هتلاقوا حاجات تانيه اتاثرت لازم. ليه؟ لان انت بدات تدرك وتركز على حاجات فلازم هتضحي بحاجات. هتضحي مش معناها انك تنساها خالص ولكن تركيزك بدات توجهه ناحيه حاجه قصاد حاجه. فاهمين قصدي ولا ايه يا جماعه؟ تعالى نشرح تفاصيل الكلام ده، اتفضل. سمعنا. يعني انا ممكن اكون شايفه ان انا لو ركزت في حاجات معينه ده هيبقى بروفمنت بالنسبه لي. حلو قوي. اللي حضرتك بتقوليه دوت هو نفس اللي انا قلته بس بشكل مختلف. اللي هو ايه؟
ماشيين تمام؟ ثلاثة لسه تحت، أربعة فوق شوية، خمسة، وبعدين عندنا هنا رقم ستة فوق خالص، وعندنا ثمانية. فهي مين هنا هنشتغل على ثلاثة وأربعة وإيه؟ وثمانية. هما لو رسمنا خط بالعرض كده هتلاقوا دي تحت ودي تحت ودي تحت. نفس الفكرة، تمام؟ لوجيك لما هشتغل على تحت فوق تاني زي ما قلنا من شوية هتلاقي اللي فوق ده بدأ يقل شوية. الهدف مش إن أنت تبقى خط مستقيم. الهدف إن أنت تلاقي نفسك الحياة قريبة من بعضيها في الخط ده. كله قريب من خط بالعرض ده. يبقى أنت كده عندك البالانس. عندك التوازن. تمام؟ كويس. اتفضل. لا حلو الكلام ده. هل هي بالارقام مثلا لما بقى مثلا 16 او 15 احسن؟ لا فيجوال يعني لما تلاقي الجراف دوت ما بقاش فيه مرض، مش عارف اذا ظهر كده ولا لا. يعني لو انا ماشي بالخط كده وبعدين لقيت كده وبعدين عملت كده كده ده مش طبيعي. ده كده واضح فيجوالي ان انت في حاجه ناسيها خالص وفي حاجه مديها كل حياتك. عشان لما اديها البالانس حوالين الخط ده الاقي الدنيا يعني قريبه شويه. مالهاش علاقة بإذنك. أي حاجة هتحصل تقرب من الخط ده بالنسبة لك يبقى إمبروفمنت. حتى لو رقم واحد. طول ما أنت بتقرب ما بين الخط اللي هو اللي أنت رسمته ده كده أنت محافظ على التوازن. فاهم الفكرة؟ فلو أنت عايزها بالأرقام إن شاء الله يكون نقطة واحدة. ده كده إمبروفمنت. بس يكون إيه فين؟ قريب من الخط. فاهم قصدي؟ مش تنزل تحت مثلا أو مش تطلع لفوق. فاهم؟ لو اللي تحت تطلع لفوق ده إمبروفمنت. لو اللي فوق قوي ده بدا ينزل شويه ده اللي تمام؟ طيب اتفضل. كويس. لا بص خلينا نقول بس نوضح حاجه. هو الموضوع احنا قلنا الخط ده احنا رسمناه في النص ده فاكرينه؟ ده البنش مارك او ده الافرج بتاعك النهارده. فلما تيجي حضرتك تعمل ايه بقى ثلاث شهور ممكن تلاقي اللي كان فوق ده نزل بقى تحت فبقى خط جديد فالارقام اختلفت. فاهم قصدي؟ فعشان كده بقول لك مارجن بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بس الخط وتشوف هل انا قربت الشكل الجديد ده ولا لا؟ فعشان كده مش عايزكم تركزوا على الارقام خالص. تمام؟ ركزي على الشكل في الاخر ان الجراف ده يبقى قريب من الخط اللي انت رسمتيه ساعتها في النص. بس. تمام؟ ماشي يعني بس انا بصفه عامه يعني الخط لازم تبقى نص المنحنى كله للناس ولا اللي فوق واللي تحت شبه بعض بالظبط قد بعض بالظبط.
بعينيك. فده اللي بيقول لك اللي واقع فين والكتير فين. طب اتفضلي. ايه تاني؟ معلش ممكن حاجة تانية مرة تانية معلش. ممكن أنا بدأت تيجي دلوقتي ده وقت أصغر كويس كل ما يقرب كل ما يحصل. ممكن أكون هيك كده لما يكون يقرب ده مش كويس. لا ما هو ده تعرفي دلوقتي إحنا سبعة مش لاقيين. لما نعرفه هتلاقي ده اللي يعمل الجواز. فاديني اللحظة أشرح ونتكلم بعد كده. تمام؟ طيب. كده ده بس تعرفوا على الأقل إزاي أقدر أجيب ده. الناس اللي هي ورقها ده ما بنساش حد من هنا. أه ضروري أه. لأن عشان إيه؟ عشان ده اللي أنت هتقيس عليه بعد 3 شهور إن شاء الله. والورقة التانية بقى أيوة. بس. طيب. تعالوا بقى نشرح الموضوع ده كده بشكل سريع. دول اللي هم العدد السبع بتوع مين؟ بتوع ستيفن كوفي. تمام؟ طبعا لو ما قريتوش الكتاب اقرا الكتاب لان هو هيبقى لك عارف. هو احسن حاجه ممكن تتقري الحته بتاعه البيرسونال ديفلوبمنت. يعني مثال هل في حاجه احسن من كده؟ كويس. بس لو انت ما عندكش وقت انك تقرا كتاب واحد اقرا. تمام؟ طيب. هو قال ان السبع دول لو احنا عملناهم هنبقى مور افكتيف. يعني ايه افكتيف؟ يعني بنأثر في الناس بشكل ايجابي. ولا لو عملت دول هتأثر في حياتي الأول وبعدين هتأثر في البيت. خلينا نشرح كده بالتفصيل تأثيرتها عاملة ازاي وازاي نقدر نشتغل عليها. تعالى نبدأ الموضوع الأول خالص. دلوقتي كان ستيفن كوفي قال لك لو أنت عايز تغير حاجة كبيرة في حياتك تغير تغيير كلي بتغير حاجة اسمها البارادايم. سميناها بارادايم شيفت او منظوري للحياه ووصفها بشكل نظاره. قال لك النظاره اللي انت لابسها دي بتشوف بيها اللي وراها صح؟ فلو لابس نظاره السعاده هتشوف كل حاجه حلوه، الكابه هتشوف كل حاجه جميله صح ولا غلط؟ حتى لو حلوه صح؟ مظبوط ها؟ هتطلع فيها الكابه اللي موجوده. الميتافور بتاع النضاره ده قوي جدا وهديك قصه حكايه عظيمه في الموضوع ده. كان راكب مره مترو وبعدين لقى اثنين طفلين صغيرين عاملين دوشه هستيريه في المترو لدرجه مسعجه جدا. وبعدين شافهم جاي كل شويه يقول راجل كبير كده فبيساله هو حضرتك والدهم؟ فقال له اه. قال له حضرتك شايف ان هم مزعجين وجابوا؟ قال له اه. قال له حضرتك مش ناوي تسكتهم؟ قال له لا. النضاره عامله ازاي دلوقتي؟ اه يعني مشكله صح ولا غلط؟ بس هو عشان فلكسبل او غالب حب يعرف ليه؟ فقال له ليه؟ راح رد قال له لان احنا لسه خارجين من المستشفى ومامتهم ماتت دلوقتي واللي بيعملوه ده جزء من التنفيس على حياته. النضاره كانت عامله ازاي دلوقتي؟ اختلفت تماما صح ولا غلط؟ فبقى يشوف اللي كانوا مزعجين دول لان انا هقوم اتنطط معاهم. بقيت شايفها حاجه حلوه بيعملوها. فاهمين الفكره؟ فنظارتي اختلفت فشفت مختلف. وده اسمه البارادايم. اللي حصل له هو ده هو سماه بارادايم شيفت. اتنقل ان هو شايف ده حاجه سلبيه لحاجه ايجابيه ومن هنا بدا يفكر اوكي لو انا كده لو انا غيرت النظاره هستقبل بشكل مختلف. تمام؟ تعرف تمام؟ طيب نيجي للمثال الثاني. عارفين مين ده؟ غني. غني عنده المقوله العظيمه دي اللي هي دي ذا تشينج يو ونت تو سي ان ذا وورلد يعني كل التغيير اللي انت عايز تشوفه في العالم. ابدا بنفسك. تمام؟ فعندك قصه جميله جدا كان غني عملها. واحده ست راحت بابنها لغني. شاف غني شخصيه مؤثره، الناس بتسمع له، الناس بتحبه، فراح معاه ابنها وقالت له انا عندي مشكله مع ابني، ابني بياكل سكر كتير وده غلط عليه وعلى صحته. حاولت معاه والناس كلها حاولت معاه مفيش فايده فقلت انت الوحيد اللي هتعرف ايه تقنعه. قال لها ايه؟ هاتيهولي الاسبوع الجاي.
السبت ممكن تعملش. اوكي نفذت ميشن وجاء بعد اسبوع قعدته معاه تمام قعد اتكلم معاه رجعوا البيت ما بقاش ياكل سكر الولد. فالفضول يعني هو ليه اسبوع يعني ليه ما خدتوش ساعتها كمان مؤثر قوي راح يخلص. فجاء التاني دي حصل كذا 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 قلت له الاسبوع اللي جاي ليه؟ قال لي ان انت لما طلبتي مني الطلب ده انا كنت باكل سكر. بص بقى الموضوع هنا بتتكلم في مرحله من الفكره وهي صح ولا غلط. فكان لازم ابطل اكل سكر عشان اعرف اقنعهم ان اكل سكر. فاهمين قصدي صح؟ عارفين انتوا لما تلاقي كده اب بيدخل ويقول لابنه ما تشربش سجاير؟ هيغسل المجلس، ليه كده؟ مش مصدقك. صح ولا غلط؟ مش داخل دماغي. صح؟ هي نفس المبدا ده. عشان تبقى مؤثر لازم انا اعمل ايه؟ انا اعمل ده. وعشان كده هو وصلنا للهابتس للعادات. العاده بتتكون لما تعملها كتير. وبيزد على كلام قال لك ثلاث حاجات لازم تعملهم وتلاقي لها اجراءات عشان تكون العاده. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ حاجه اسمها النولج او المعرفه، وحاجه اسمها السكيلز او المهاره، وحاجه اسمها الديزاير او الرغبه. حلو. واحده من دول مش موجوده مفيش عاده هتتكون. صح ولا غلط؟ مدخن لازم تبطل التدخين. كويس. انت عارف ليه لازم تبطل التدخين فالمعرفه موجوده ولا لا؟ موجوده. عارف ازاي تبطل التدخين فالمهاره موجوده ولا لا؟ موجوده. طب انت عايز تبطل؟ يقول لك لا يبقى الرغبه مش موجوده ما فيش عاده على حسب. تمام؟ طب انا عايز الرغبه موجوده بس ما اعرفش ان ابطل التدخين ازاي؟ يبقى المهاره مش موجوده. طب انا عايز وعارف ازاي بس مش عارف ان ينفع ايه؟ هتكون عامله ازاي؟ فبالتالي واحده من دول فاضيه تخليك ما تعملش العاده. واصل ما بينهم؟ ودول اسئلتهم سهله. النولج هي بالاحرى يعني كده شاطحه شويه بس هي مكتوب وات تو واي تو. ايه هو اللي انت كنت تعمله؟ وازاي تعمله؟ لا ليه تعمله؟ فانا عايز اعرف ايه وليه؟ خدوا قاعده عامه. اي حد عنده عدم الرغبه في انه يعمل حاجه طفل او كبير ايا يعني كان سنه ايه؟ حاجتين لازم تعملهم. اسباب ومميزات. ريزنز وبنفيتس. ليه لازم تعمل ده؟ وهيعود عليك بايه لما تعمل ده؟ خلينا بشكل بسيط، لو انا جيت قلت لك لازم تعمل ده دلوقتي، اول سؤال هيبقى ايه؟ ليه؟ صح؟ فاول حاجه ليه؟ لما اقول لك الاسباب ليه؟ قالوا هيعود عليك ايه يعني لما اعمل كده؟ صح؟ فهي دول انت من الاول لو انت بتعرف قول دول هتلاقي المقاومه قلت، ما بقولكش ده 100% هيخليه يوقف ولكن هيقلل الريزيستنس او المقاومه. تمام؟ تاني حاجة الهاوتو السكيل والوانتو الديزاير اللي هي الرد. كويس. عشان كده المقولة العظيمة ديت بتاعت الشارع العظيم ده قال لك we first make our habits and then our habits make us. ماشي؟ احنا بنعمل عاداتنا في الأول وبعد كده عاداتنا هي اللي بتعملنا. تعملنا يعني إيه؟ بتشكلنا. إيه اللي بتسوقنا؟ لأن أنا بعملها بشكل لا إرادي فالعادة اللي بنمشيها. حد واضح الكلام يا جماعه؟ عشان نتكلم بقى على السيفن هابتس بتفاصيل شويه. كويس. هم دول السيفن هابتس متقسمين بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. بس تعالى نعرف الجراف ده ايه؟ الجراف ده مهم جدا جدا ممكن تسيرش اون لاين تكتب بس الماتيريال كونتينيوم زي ما مكتوب فوق من اول اشرحها او تكتب السيفن هابتس على جوجل وسبلتر بالامجز لازم هتلاقي دي موجوده بجد لان دي الكتاب. لما تفهمها دلوقتي هتلاقيها ليها تأثير عالي جدا جدا جدا. تعالى نفهم الأول التأثير بتاعها. هنا بنقول لو ماتيوريتي، ماتيوريتي يعني إيه؟ نضج. النضج مش بالسن، النضج بالإيه؟ بالفكر. تمام؟ وهقول لكم يعني إيه دلوقتي. فهنا معناها إن النضج قليل وبيطلع لفوق لما يطبق دول يبقى النضج عنده إيه؟ عالي. فبيعدي على ثلاث مراحل. الشخص بسنه او بفكره او الاثنين. ايه هما الثلاث مراحل دول؟ اول واحده حاجه اسمها الديبندنس
بعدين اندبندنس وبعدين انترديبندنس. يعني ايه الكلام ده؟ ديبندنس لما تقول انا ديبند على حاجه معناها ايه؟ معتمد على حاجه. فهي بنخلي كده، لو انت عندك طفل صغير هتلاقي الطفل الصغير ده معتمد على اللي حواليه كل حاجه، صح؟ انت هتاكلني، انت هتشربني، انت هتدخلني الحمام، انت هتحميني، انت هتعمل كل حاجه، صح؟ حلو. هل ده الاطفال بس؟ في كبار كده. ازاي؟ انت اتاخرت ليه؟ ما انت ما فكرتنيش. صح؟ انت ما ذاكرتش ليه؟ ما هو ما حدش قال لي ذاكر، ما قاليش المنفعه فين؟ فانا مستني حد يحركني، تمام؟ فانا ديبندنت عليك. كويس؟ واضح دلوقتي معاك كلام ولا ايه؟ كويس. بعد كده عندنا ايه؟ الاندبندنس. اندبندنس يعني ايه؟ الاستقلاليه. ان انا اكون مستقل بذاتي. وهنا بيحصل لما تبتدي تعتمد على نفسك. لو السن لما تكبر شويه هعرف اكل نفسي، هعرف اغسل المسألة ليا، هعرف احمي نفسي، هعرف اخش الحمام وهكذا. كويس؟ طيب. الاخيره انتر ديبندنس. اول زي انتر معناها ايه؟ انا والغير، انا والغير، احنا. تمام؟ عشان كده قال لك الاتيتيود او الاتجاه الداخلي بتاع الشخص في الديبندنس بيبقى نيو اتيتيود. يعني انت تعملني، انت تفكرني، انت تقولني. في الاندبندنس بيبقى اي اتيتيود، انا اللي بعمل ده، انا اللي بقول. في الانتردبندنس يبقى ايه؟ احنا وي. تمام؟ ففكروا الكلام ده. لما تلاقي معظم كلامك عباره عن انت 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 يبقى انا لسه نضجي تحت هنا. لو بدات اقول انا 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 يبقى انا فين؟ في المرحله دي. لو بدات اقول احنا احنا يبقى فين؟ في المرحله الاخيره. طيب عشان تبقى افكتيف بيست على ستيفن كوفي قال لك لازم توصل مرحله الايه؟ الانتربتنس. طب عشان اوصل ان انا افكر بينا المفروض اعمل ايه؟ عشان الاثنين البالانس فاكرينه اللي في الرسمه لازم اطبق العادات السبعه. طب ايه العادات السبعه؟ قسمهم لتو كاتيجوريز. الاولاني قال لك عشان تطلع من الديبندنس للاندبندنس، والتانيين طبقهم توصل من الاندبندنس للانتربتنس. واحده واحده. أول واحدة اسمها إيه؟ بي برو أكتف، تعالوا نكبر الصورة شوية. بي برو أكتف، يعني إيه برو أكتف؟ يعني كن مبادراً، يعني عكس ري أكتف. هتتحط في الكوز مش في الإفكت. أنا اللي مسؤول مش الناس، مش لما تحصل المصيبة هيبقى ليا رد فعل، أنا من أول حاجة أحجز نفسي. تمام؟ فدي أول واحدة وسميناها الهابت أوف بيرسونال ريسبونسبيلتي. أو المسؤولية الشخصية، أنا مسؤول عن كل حاجة، ده رقم واحد. لما تطبق دي هيبقى عندك القدرة إن أنت تطبق الثانية اللي هي اسمها begin with the end in mind، يعني إيه؟ يعني ابدأ بآخر حاجة أنت عايز توصل لها. يعني إيه أبدأ بآخر حاجة أنا عايز توصل لها؟ يعني ابدأ بإيه؟ بأهدافك. فكر أنا عايز أعمل ده عشان إيه؟ ففكر في ده الأول وبعدين تتحرك. المشكلة إن في ناس تعمل إيه؟ بتمشي ومش عارف الطريق فين. انت لما بتركب عربيه اول حاجه بتعملها ايه؟ بتشوف رايح فين الاول، صح؟ لما بتركب تاكسي اول حاجه بتقول ايه؟ المكان. ما ينفعش تركب وتتحرك هنعرف الطريق. مش هينفع، صح؟ فابدا بالهدف الاول قبل ما تتحرك. ده تاني واحده. تالت واحده اللي هي ابدا بوت فيرست ثينج فيرست. يعني ايه؟ حط اهم حاجه الاول. حدد الاولويات. فانا في الاول انا شخص مبادر، فبعرف اللي ممكن يحصل قبل ما يحصل، بحاول اجهزه، بجهز نفسي، بعد كده بشوف الهدف عشان اتحرك له، بعد كده برتب افكاري الاولى وبعدين في الاقل. واضح اول ثلاث عادات؟ في اي سؤال في اول ثلاث عادات بس؟ اتفضل. اول عادة ان اكون عندي اوريدي اتيتيود الداخلي من جوه ان انا ما استناش المشكله تحصل وبعدين اتحرك. لا انا من الاول هبتدي افكر اوكي، طب لو انا رحت وما لقيتش ايه بلان بي؟ طب ايه بلان سي؟ طب لو ما لقيتش بقى اعمل ايه؟ كده انت في الاولى شغاله كويس. لكن في ناس تقول لك ايه؟ ما نروح ولو لقينا مشكله ده نشوف. كده ما بتطبقش الاولى خلاص. تمام؟ فلما انت تطبق الاولى والثانيه والثالثه كده انت مبروك حصلت على حاجه اسمها
اسمها البرايفت فيكتوري او النصر الشخصي. بمعنى ان انت دلوقتي بقيت في اي مرحله الاندبندنت الاستقلاليه طلعت من دي لدي لما طبقت دول. وصل شكل الجراف عندي دلوقتي ولا ايه يا جماعه؟ وصل؟ ماشي؟ فدلوقتي انا في الديبندنس عايز اوصل للاندبندنس. عشان اوصل للاستقلاليه وانا ما بقاش برمي اللوم على الناس هطبق ثلاث عادات. العاده الاولى من جوه لازم تكون مبادر، الثانيه فكر في الهدف اللي انت عايز توصل له الاول، الثالثه حدد اولوياتك. عملت دول بقوا هابتس بقت تعملهم بشكل غير ارادي، الحاجه بقت ايه؟ مستقل بذاتك، مش فاكرها على حد. ها؟ تمام؟ كويس. دلوقتي عايزين نروح لمرحلة ثالثة اللي اسمها ايه؟ انتردبندنس اللي هو احنا. فأنا دلوقتي بقيت أنا، في الأول كنت إيه؟ أنت السبب، أنت ما قلتليش. دلوقتي بقيت أنا مسؤول. طب عايزين نوصل لإحنا بقى عشان نمتين البالانس. نعمل البالانس ده التوازن ده. فقال لك نخش على الثلاثة التانيين. فرقم خمسة أول واحدة قال لك اسمها ثينك وين وين. يعني طريقة تفكيرك تبقى إيه؟ أنا أكسب وأنت تكسب. أنا مش هعرف أوصل لدي قبل ما أعمل الداتا اللي قبليها. لأن أنا لو ما عنديش أصلاً دايركشن اتجاه مش هعرف أنا أكسب إزاي. صح ولا غلط؟ فهو كله مبني على اللي قبليه. كويس؟ الثالثة بيقول لك إن هي اسمها سينرجايز. يعني إيه سينرجايز؟ يعني نشتغل مع بعض. حتى هو ليه مقولة شهيرة جدا يقول لك إيه؟ إنتاجية الأفراد كلهم مع بعض أكتر وأفضل من إنتاجية كل فرد لوحده على حاجة. وصل المعنى؟ لو أنت كويس في حاجة فأنت مش كويس في كل حاجة. فلو اشتغلت لوحدك هاخد منك جزء من الموهبة، والتاني هاخد منك جزء من الموهبة. بس أنت لو اشتغلتوا مع بعض تكملوا بعض، فالإنتاجية هتبقى إيه؟ أكتر من كل واحد لوحده. فاهمين؟ أسود حاجة؟ اتفضل. اه لما حضرتك قلت دلوقتي فكرتي بموضوع عندك على دار التعليم. انا اولا كليه تربيه تخصص الاطفال، كان في احد الموضوعات اللي احنا اخذناها تطبق او تعبر عن نفس الفكره اللي بتقول عليها دي، حاجه اسمها مجتمعات التعلم المهنيه في رياضه الاطفال. يعني معلومات رياضه الاطفال اللي يشتغلوا مع بعض في صور الجماعه دي، مثلا معلمه عندها مهاره في جزء معين، معلمه المعلمة الأولى ما عندهاش نفس المهارة اللي هي عند المعلمة الثانية، فإحنا بنشتغل مع بعض، أنا بستثمرتي الجزء اللي عندي مش موجود عندها والعكس صحيح. صح، يعني بالظبط اللي اتقال ده هو بالظبط اللي إحنا بنقوله، فالإنتاجية أكيد الإنتاجية الأخيرة أكيد هتبقى أفضل لو أنا خليت ده يشتغل لوحده وده يشتغل لوحده. فاهمين قصدي صح؟ هي شكرا أستاذ، الإنتاجية الكل أحسن من إنتاجية كل فرد على حاجة، افتكر المعلومة دي كويسة جدا. لو انا عملت الرابعه والخمسه والسته السينرجايز، السته احنا بنتكلم دلوقتي قلنا اول واحده ان انا اكسب وانت تكسب، تاني حاجه ان احنا نشتغل مع بعضينا زي ما قلنا، وعندنا حاجه ثانيه اسمها seek first to understand then to be understood. يعني ايه؟ افهم قبل ما تتفهم. بس كده. يعني ايه افهم قبل ما تتفهم؟ افهم يعني اسمع قبل ما تعوز انك تتفهم، يعني قبل ما تتكلم. في ناس بتخش تتكلم مع صح ولا غلط؟ مش تتكلم، تيجي انت تتكلم يطلع هو عايز يقول وجهه نظره. طب افهم الاول قبل ما تعوز تتفهم، وده اللي قصده. يعني اسمع قبل ما تتكلم، اشتري قبل ما تبيع بلغه البيزنس، صح؟ فهي نفس الفكره دي، ان انا اوصل لمرحله ان انا عايز اسمع لك لازم يكون عندي الاول ايه؟ الوين وين، ان انا اكسب وانت تكسب. كويس؟ طيب لما اطبق الثلاثة دول ابقى وصلت لايه؟ للانتربريس. تاني نراجع مع بعض، أول واحدة كانت إيه؟ دي بروفت بلاير كل مبادرة صح؟ عشان أطلع من ديبندنس للإندبندنس، صح؟ من إن أنا معتمد على غير إن أنا أبقى معتمد على نفسي، تمام؟ أول واحدة كل مبادرة، تانية ها؟ ابدأ بالهدف، فكر فيه الأول عشان تعرف توصل، تالتة حدد أولوياتك بالظبط، لما
لان قال لك انا لو عندي منشار واقطع بيه حاجه كل ما تقطع بيه كل ما هيحصل ايه المنشار؟ يتلم صح؟ لو انا ما حملتش المنشار لما اجي اقطع بيه حاجه ثانيه ايه اللي هيحصل؟ هعمل مجهود زياده عشان يقطع. طب لو انا قدرت ده دايما يبقى حالي بمجهود اقل هوصل للنتيجه. فشرط النسوء معناها هنا ايه؟ الكونتينيوس امبروفمنت او التحسن المستمر. دايما حسن اللي انت فيه. في مقوله كده يقول لك ايه؟ never best always better. مفيش حاجه اسمها انا وصلت للحاجه العظيمه. لان انت لو عندك المنهج ده في مخك مش هتطور من نفسك، انا وصلت لاحسن حاجه صح ولا غلط؟ فعمرك ما تقول الافضل. دايما خليك اعمل حاجه احسن من اللي قبليها. تمام؟ فهو بيقول لك شرط النسوء معناها ايه؟ طور من نفسك دايما دايما دايما. نرجع بقى عند كل لحظه كده الورق اللي كان معاك. خلينا كده نبص مع بعضينا عليه بسرعه. فاكرين الجراف؟ في الجراف ده لو بصينا وما كانوا كام واحده؟ تسعه صح؟ ابدا من الثالثه اقراهم كده هتلاقي من الثالثه للتسعه هو ايه؟ الاعداد السبعه اللي قلنا عليها. وهقول لك الجمله الثانيه دي. فدلوقتي حضرتك انت باصص على الورقه اني عاد الاعداد دي اللي انت محتاج تشتغل عليها وفهمته. فلو انت عندك مثلا رقم 6 ورقه يبقى انا عندي مشكله في الوين وين، محتاج افكر شويه في مكسب الغير، محتاج اطلع من ده فاتمرن على ده. كل ما تعمل حاجه طب هيعود على الناس دي ايه؟ هل ده سهل؟ لا، انك بتكون عاده. محتاج تبقى زي كده مبطل تدخين مثلا، نفس الفكره. تمام؟ التعود عليها مره اثنين ثلاثه، عشان كده قلنا ثلاث شهور، عشان يبقى معاك وقت كافي تطبق 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 عشان تتغير عليها ان شاء الله. كويس؟ اما ايه واحد من الاثنين دول؟ هو عنده حاجتين زي ما قلنا بنشتغل عليها. اول حاجه سميناها الايموشنال بانك اكاونت او حساب البنك العاطفي. وارجوكم افتكروا هيقولوا حاولوا كلمات ايه هو قالها طبعا على الايموشنال بانك اكاونت دوت التعامل مع الخير. بيقول لك لما تيجي تقف تتكلم مع اي بني ادم اذا كان وجها لوجه في التليفون في تكست وات ايفر بقى، قال لك افتكر دايما ان في بينك وبينه ايه؟ بنك. بنك. البنك ده احنا بنعمل فيه حاجتين، يا بنودع فلوس يا بنسحب فلوس، صح ولا غلط؟ هو قال لك بقى كل واحد فينا عنده بنك عاطفي خاص بيه. مجرد ما تتكلم مع الحد اللي قدامك افتكر، هل انا دلوقتي وانا بتعامل معاه بودع فلوس ولا بسحب منه؟ هل انا بديله ايجابيات وبديله عنده في حساب وازود ولا عمال اخد منه الحاجات الايجابيه وبمر له حياتي واكتبه واعمل له واعمل له؟ فهمنا الفكره؟ فدايما افتكر اللي بكتبه ده، ده هي دي النقطه الاولى. دايما ربطك كل ما تفتح بوقك مع اي حد افتكر دايما هل ده ادارة ولا صاحب؟ فلو احنا كلنا افتكرنا بالمنهج ده لما نيجي نتعامل مع بعضينا هتلاقي البالانس حص. وبعدين حضرتك ايه بقى اليوم هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل. ما هو البنك دوت لو انا مش عايز اسحب من عندك وانت تسحبش من عندي هنبعت لك من ايه؟ وين؟ صح ولا غلط؟ فبالتالي هتلاقي السبع عدد دول كلهم اتطبقوا. رقم اثنين بيقول لك اللايف بالانس، توازن حياتك. هل انت عندك حياه متزنه ولا لا؟ بس ده اول سؤال. ده كان ثاني كاتيجوري قصدي؟ لا، ده اول كاتيجوري. السبعه المهمين اللي هم ايه؟ العدد اللي احنا قلنا عليه. واضح يا جماعه الفرق بين التسع حاجات دول ايه؟ فكل اللي احنا قسناهم احنا قسنا اول حاجه انت رقمك كام في الايموشنال بانك اكاونت. بعد كده ثاني حاجه قسنا اللايف بالانس بتاعك. وبعد كده قيس درجتك في كل ايه؟ عاده. العاده الاولى الثانيه الثالثه الرابعه على حسب. ها؟ واضح؟ فاهمين كده صوت الجراف دلوقتي؟ يعني لو رجعت لحضرتك فالدنيا اول ما حضرتك صح؟ لما شرحتها. فبالتالي دلوقتي مش هتقدر تمسك الورقه تقول اه انا عندي مشكله في البنك اكاونت، انا محتاج فعلا ابتدي اركز ان انا ما اجرحش اللي قدامي، ما ضايقوش، ابسط.
اودي زياده ولا هي المشكله بس ان انا ابقى باخد الناس؟ حلو قوي. لا زياده او حاجه واحده. الابروش الفكر بتاعك ان انا وانا بتكلم معاك انا عمال اسحب منك حتى لو سحبت منك حاجه واحده. انت في الاخر عملت عنده ايه؟ نقصت له الحساب. بس فهمت الفكره؟ حتى لو جاش بس نقصت له الحساب. يعني انت قبل ما يقابلك كان هو احسن، كان هو اغنى. فاهمين الفكره؟ فكر دايما لما انا اقابل اي بني ادم او اتكلم مع اي حد ان انا اضيف مش اخد. فدي ده معناها مش معناها سعاده بس عشان بس الناس شايفه كده، سعاده ممكن منفعه ممكن علم ممكن نصيحه. تمام؟ اي حاجه تضيف، ضيف للي جنبك. ها؟ اتفضل. العدد رقم سبعه. انت المايك يا معلش خالص. انا اسف انا مش انا اللي بعيد معلش. اتفضل. العادة السبعة احنا قلنا اسمها ايه؟ التحسن ايه؟ المستمر. يعني ايه؟ يعني انا اجي النهارده انا وصلت لده. وجودك النهارده هنا بيغذي العادة السبعة. طب لما امشي وبكره لو ما عملتش حاجة يبقى انا ما غذيتش العادة السبعة بكره. عشان اغذيها اعمل ايه؟ ابتدي اطبق اللي انا خدته. انقله لحد تاني. احاول اوصل لعلم وهكذا. اقرا كتاب. اسمع محاضرة. اطور من نفسي كل يوم. حتى عشان كده هو مسميها ايه؟ اللي بس اوضح لك انا حاجه صغيره. مسميها حاجه اسمها ديلي سيلف ريول. يعني كل يوم اطور من نفسي. اطور من نفسي في اي اتجاه مش مهم. بس انا النهارده مختلف عن امبارح الى الاخر. ممكن نفسيا، علميا، فكريا، اي حاجه. تمام؟ في اي سؤال في العدسه تبرر؟ معلش انا. ايوه نعم. هو بالنسبه للانتقال من الاندبندنس للريتايرمنت، هو لو انا مثلا بالنسبه لي حاجه منهم انا بعملها كويس جدا او موجوده في ايه والحاجتين تانيين عمرهم قليلين بس مش بنفس البلد بتاع الثانيه، هم الثلاثه مش على خط واحد، في اثنين تحت واحد فوق. هل ده معناه ان انا وصلت للانتايرد ريفرنس ولا لسه نيجاتيف؟ كويس، لا لما اعمل الثلاثه يكونوا في نفس الليفل يبقى انا وصلت للانتايرد ريفرنس. يعني هم اعتبرهم اكنهم كورسات. تمام؟ انا خدت كورس ناقصت كورسين، لما اخد الثلاثه الاثنين يبقى انا كده معتمد. فاهم قصدي؟ بس. اي سؤال تاني؟ اتفضل. عندي رقم واحد اللي هو الكونديشن بانك اكونت. تمام. يعني رقم حلو قوي. الايموشنال بانك اكونت هل ليها علاقه بالايموشنال انتليجنس اللي احنا خدناها ذكرى عاطفي في اليوم في المية؟ لان انا لو عرفت كنترول نفسي وعرفت افهم اللي قدامي وعرفت اوصل وعرفت ان انا اتحكم في مشاعري واحاسيسي مليون في المية. زائد كلمة مهمة جدا اسمها النية، لانك ممكن تبقى عارف بس مش عايز. صح ولا لا؟ فانا عايز ده وعارف اعمله ازاي مليون في المية لما تعمله هيجيبوا على الايموشنال. يعني هو كل مرة بتزيد يبقى مش ان الانتليجنس لا معناها ان انت بتفكر فيها ازاي بتركز عليها اكتر وده مش شرط يبقى كويس. ده اجابه للسؤال اللي هو لو عندي رقم عالي ممكن يبقى عالي بس انا بقول لك وحش نفسك هشتغل على تحت شويه. لان انت مثلا لو تركزت زياده عن اللزوم في ثينك وين وين تمام او في الايموشن بانك اكونت هيحصل لك ايه؟ هيبقى حياتك كلها عباره عن مركزه على ايه؟ ارضاء الجيش، انا عايز الراجل ده مبسوط، انا عايز ابتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي تنسى نفسك خالص. انت فاهم الفكره؟ ده مش كويس. هيأثر معاك بالانس تاني، هيأثر معاك مثلا نفترض لو ركزت قوي مثلا نفترض في الاضافه الثينك وين وين ممكن يعمل لك انت مشكله في الدايركشن بتاعك. لانك انت مش عارف انا رايح فين، انا لازم اروح مع الناس. فاهم الفكره؟ فهي بتبقى لا لازم التوازن ما بينهم. بس لو لو واحد عنده ذكاء عاطفي عالي بيستغل الموضوع ده مثلا يقنع الناس او غير قناعاتهم او يجبرهم انهم يعملوا حاجه معينه. كويس. فده بيبقى حاجه ايجابيه في الكيرف بتاعي ولا حتى لو انا بيستغل مثلا اسلوب ابتزاز عاطفي او اي حاجه اساليب اللي اكتسب الشخص ده. هنرجع للجمله اللي احنا قلناها ان هي صح؟ انا عندي قدره على التحدث مع الناس واقناع الناس. ده
فانت قلت لي اقنع واجبر صح؟ انا اللفظين دول بالنسبه لي عكس بعض تمام؟ لان فيهم حته ايه؟ ضغط ضغط انا بجبر الشخص تمام؟ انا ممكن طريقتي اقنعك انك تعمل حاجه انا نيتي ايه بقى؟ عايز تقتنع بده عشان عايز تضحك عليه ولا عايز تقنعك بده عشان اخليك تعمل حاجه تفيدك بس انت بتقاوم فانا عايز اسهل ده فالنيه تفرق بس وهيرجع دوت لايه؟ بيجي له ذهان المهم انا بعمل ده ليه؟ ها تمام؟ اتفضل ما حدش يموت. تمام؟ يعني لو عندي حاجه في اول ثلاثه اشتغل على
يوم عامل الاساس ده، مش حاسس الطريقه ولا كل اسبوع. يعني لو عايز مستعجل قوي شهر عشان تحس بده. الشهر هيديك التغيير، هيديك الايه؟ المساحه الكافيه. تمام؟ تعالوا. طب انا اتغير ازاي؟ انا دلوقتي كنت بقول نطلع من جلدنا والكلام ده كله ومش عارف ايه، ما ده مش هيحصل. لان هي مراحل التغيير، اربع مراحل تغيير. لما بنيجي احنا بنحسبها بالوقت والتغيير او الاداء اللي بيطلع مننا، انا متخيل ان انا بعد ما اقول له كده، نفترض لو انا مش عارف الكلام دوت، ان انا اول ما اقول لك التغيير هيبقى كده. صح؟ الناس هتطلع الكيرف هيبقى فوق، صح ولا غلط؟ او كل واحد متخيل كده، انا طبعا ده هيبقى كويس. مش كده من الاول عم بقول لكم ان ده مش سهل، ده مش هيصعب قوي، محتاج ممارسه. عشان هيحصل دروب؟ ليه؟ لان الحقيقه كده. ايه بقى الحقيقه دي؟ شايفين؟ في دروب حاصل اهو هنا اهو، شايفينهم؟ لان في اربع مراحل الشخص بيخش جواه في التغيير. واول مرحله بتجيلك حاجه اسمها الدينايل. يعني ايه دينايل؟ يعني نكران. تنكر انا؟ لا مش ممكن، انا ما عادش اعمل حاجه حصل، ايه ده معقوله ده حصل؟ انا مش مصدق. تمام؟ بتنكر حدوث ده. فنكرانك ليه سبب عدم تغييرك. لانك مش مصدق، لان انا في الافكت. فاهمين قصدي ولا ايه يا جماعه؟ تمام؟ مشيت انت بقى شويه، هتطلع دلوقتي، مشيت انت شويه بعد ما خرجت من الدينايل وفكيت، تخش في مرحله الايه؟ الريزيستنس. يعني ايه ريزيستنس؟ مقاومه. يعني انت فوقت مره واحده، ايوه بس انا مش محتاج اتغير، يعني ممكن حد تاني يغير، يعني ممكن الناس تستوعب ده. ليه انا اللي اتغير؟ صح؟ الاول كنت بتعترض ان انت ما عندكش مشكله. دلوقتي انت عرفت ان عندك مشكله، بس انت بتعارض ان انا اتغير. بعد كده بشويه، الموضوع ده مش علاقه بوقت، مش بعد ساعه اثنين يوم اثنين، مالهاش علاقه، على حسب الشخص طبعا. تخش مرحله ثالثه اللي اسمها الاكسبلوريشن. يعني ايه اكسبلوريشن؟ الاستكشاف. عارفين انت لما تيجي تقول لحد انت عندك مشكله او بتعمل حاجه غلط، تيجي في الاول كده انا ازاي صح؟ خطوات كده بسرعه بتاع كده بسرعه. بعدين بعد كده يقول لك بس انا ابتدي يحاول ايه؟ يدافع صح؟ ده الريزستنس. وبعدين فجاه تلاقيه كده سرحان ممكن معاك او ممكن لما يمشي. يقول لك والله ممكن يكون كلام صح، طب ما انا برضه ساعات بعمل كده، كذا حد قال لي نفس الكلمه. عارفين الحاله دي؟ دي الاكسبلوريشن. لما بتوصل للمرحله دي معناها انك رايح على اخر واحده اللي هي مرحله التغيير وبيسموها الكوميتمنت. تمام؟ الكوميتمنت يعني ايه؟ يعني الالزام ان انا اتغير. انا لازم اتغير. انا لازم اعمل ده. فده انا ليه بقوله؟ عشان كده مكتوب فوق ايه؟ ان التغيير بياخد وقت. انا بقوله لكم عشان الناس متخيله ممكن ان اللي عملنا احنا النهارده ايفنت وعملنا ورق وعملنا مش عارف ايه وكتبنا وطلعت انا المفروض بني ادم تاني، طلعت واحد تاني. تمام؟ تلاقي واحد تاني عملت ده كله مش ممكن يحصل في لحظتها، ولكن المصدر اتغيرت. فانت كشخص اتغيرت كهنا، بس انت عندك الاختيار ان انا انفذ. صح ولا غلط؟ انت صنع كده؟ ده اتغير، فانا محتاج اعمل ايه بقى؟ هبتدي اعمل الهوم ورك الواجب اللي احنا واخدينه، اتابع نفسي، الورقه اللي معايا وش وظهر دي اشتغل كتير عليها عشان اعرض ده. انا عايزه يتمرن ويعمل ايه؟ اوتوماتيك لما يتحط في موقف يحلل ويشوف الايجابي منه ويتعلم ايه. ده مش هيحصل من غير ايه؟ ممارسه. فالممارسه فين؟ ان انا كل ما افتكر ايفنت اكتبه واقلب الورقه واحلل وهكذا. طب انا عايز اتابع بقيت كويس ولا لا؟ ابقى الورقه الثانيه بتاعت 7 هابس اشوف نفسي واشوف الامبروفمنت حصل ولا لا. وهكذا وهكذا وهكذا. هيجي عليك يوم ان شاء الله الورقه اللي وش وظهر دي مش هتستخدمها خالص. لان هي اخيرا بتحصل فين؟ اوتوماتيك في مخك. خلاص على طول ده اتحط في مخك، اوكي انا استفدت ايه؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا المفروض اعمل ايه؟ طب ايه المفروض اعمل عشان ما يحصلش تاني؟ طب انا ده اللي انا بعمله ده هيوصلني النتيجه؟ هيصلح حاجه؟ لا مش هيصلح حاجه، طب المفروض اعمل ايه تاني؟ ايوه بس انا كده هبقى جامد قوي وما عنديش عواطف ومشاعر. لا، هتلاقي الازرق شغال كتير. طب انا هشغل الاحمر؟ بس هيبقى مزاجي. هبقى عارف انت شغال ايه وانت ما شغالش ايه. تمام؟ كويس.
التكنيك ده ملخص اللي احنا قلناه، فانا هعدي عليه كده بسرعه يديك الخلاصه اللي احنا قلناها دلوقتي. احنا قلنا من شويه اي حاجه محتاجين نعملها قلنا كلمه اسمها ايه؟ النيه. فاكرين؟ النيه دي ممكن تبقى داخله معاك في الاتيتيود، لان الاتيتيود ده هو بوابه التغيير. الاتيتيود الترجمه الحرفيه بتاعته هو الاتجاه الداخلي. اتيتيود ناحيه الحاجه. اتجاه الداخلي ناحيه الموضوع ده. وده بيحصل لما تلاقي نفسك ان انت قادر تعمل ده وعايز تعمل ده وترغب في ده وهتعمل ده. لما اربع كلمات. نيد وان كان اند ويل. طيب لما اعمل دول هل ده معناه ان انا اتغيرت؟ قلنا لا، عشان كده في حاجه اسمها تراب. يعني ايه تراب؟ مصيره. في بعض الناس متخيله لما تكون نيتي كده معناها ان انا ايه؟ اتغيرت، صح ولا لا؟ محتاج تعرف اتغير ازاي؟ فعشان كده بنخش على المرحله الثانيه اللي اسمها ايه؟ النولج. بتعرف هنا القواعد بتاعت التغيير وتغير ازاي زي المحاضره اللي احنا فيها دي. هل ده معناها ان حضرتك اتغيرت؟ لا، ده تراب تاني. تمام؟ المفروض اعمل ايه؟ ممارسه بقى، فبراكتس. هل لما مارس لوحدي كده من غير متابعه ده يضمن لي التغيير؟ لا، فده تراب تالت، لان انا محتاج اعمل ايه؟ يكون معايا كوتش. الكوتش في اللي احنا فيه ده مين؟ حضراتكم. عشان كده معاك الورق. تتابعوا نفسكم من الوقت للتاني، اشوف عينيك فين؟ عرفت ازاي اشتغل على ايه؟ عرفت ازاي اقيم نفسي؟ وهكذا. ده يضمن لي حدوث الحاجه؟ اه. تطلع السكيل. بس السكيل دي عشان اضمن ان انا خدتها محتاج حاجه كتيره. محتاج حاجه كتيره اسمها ايه؟ اسمها فيدباك. الفيدباك ده معناه ايه؟ ان حد يقول لك انت بقيت كويس، انت اتغيرت، او انت شفت ايه ده؟ ده طبيعي كان مش كده، ده انا اتغيرت للاحسن. تمام؟ فده يعتبر فيدباك. لما يحصل الفيدباك ده يعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين هنا ياثر على اتيتيودك ناحيه التغيير. فبتيجي بتقول للناس يا جماعه التغيير ده حاجه سهله جدا، ده انا كنت متخيل زيكم، بس صدقوني الدنيا اختلفت جدا لما عملت 1 2 3 4. وصل المعنى ولا لا؟ وصل؟ في اي سؤال في ده ولا واضح بشكل بسيط؟ كويس؟ هي. طيب عايزين تقول بقى تول للتغيير. ارجوكم اكتبوا دي. لان التول دي طب انا دلوقتي عرفت مراحل التغيير، عرفت ايه اللي المفروض اغيره، عرفت ايه اللي ممكن يوقفني من التغيير، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى قبل ما اخد قرار التغيير؟ حاجه اسمها اكثر مره. 5 حروف ل5 كلمات. ال5 كلمات دول لو عندك غير نفسك. لو عندك خد قرار اي حاجه عايز تعملها في حياتك حتى لو مش تغيير. يعني دي تنفعك في اتخاذ القرار؟ اه. يعني دي تخلي الازرق يشتغل؟ اه. ماشي يا جماعه؟ عشان نتجنب اللي يحصل في الاول ان اي حد ممكن يضحك علينا باي حاجه. فاكرين احنا قلنا ايه في الاول؟ ان انا افهم وابني ايه؟ قرار بشكل ايه؟ منطقي. الايه؟ ستاند فور اويرنس. يعني ايه؟ يعني وعي، ادراك. السؤال هنا انت دلوقتي مثلا افترض عايز تنزل تروح الجيم، عايز تحافظ على شكلك فهتكون تتمرن مثلا. هل انت عارف السؤال منفعه الموضوع ده؟ طيب هل انت عارف ده؟ هل انت عارف انت عايز تعمل ده ليه؟ هل انت مدرك ان انت اصلا عندك مشكله معينه وده هيكون الحل ليها؟ فده أول سؤال تسأله نفسك. لو لقيت آه وكتبت، خش على السؤال الثاني اللي هو الحرف الثاني دي اللي هو إيه؟ ديزاير. طب أنت عارف، هل أنت عندك الرغبة إنك تعمل ده؟ هتقول آه. كويس. هل أنت عارف ده بيتعمل إزاي؟ مش ليه؟ يعني إيه بيتعمل إزاي؟ أيوة أنا عارف المرة ولا محتاج حد يمرنك؟ محتاج حد يعلمك. فدي نولج. هل كده معناها ان انا استفدت؟ لا، لسه في سؤال تاني.
الاي ستاند فور ايه؟ ability. يعني ايه ability؟ قدره. هل انت قادر تعمل ده؟ انا عارف انا عايز اعمل ده ليه؟ انا عندي الرغبه ان اعمل ده؟ انا عارف انت برنامج بتعمله ازاي؟ بس مش قادر. مش بتحصل كده يا جماعه الجمل دي؟ ها؟ فability هنا معناها القدره. ممكن تقول مش قادر، مش قادر، ممكن تقول مش قادر، ما عنديش وقت. صح؟ ما عنديش فلوس، هدفعها على اشتراك. فالقدره بكل معانيها. امال الاه دي ممكن تكون ايه؟ فكده احنا حطينا كل حاجه. قال لك reinforcement. يعني ايه reinforcement بقى؟ اي حاجه ممكن تعطلك في الطريق. هل انت مدرك كل الحاجات اللي ممكن تعطلك؟ ايوه زي ايه يعني؟ زي ان انت هيبقى عندك مثلا نفترض اسبوعين كل مثلا ثلاث ايام عندك تمرين الساعه كذا. هل ده بقى قدام ممكن يعطلك عن حاجه؟ لان لو عطلك عن حاجه هتضطر تعمل ايه؟ هتبطل تمرين؟ صح ولا غلط؟ فانت من الاول عشان ابقى بيه برو اكتف مبادر هعمل ايه؟ هبتدي اسال نفسي السؤال ده. طب لو انا عارف هل هتعرف تمارس ده؟ تدير ده؟ ولا لا؟ لو قلت في حاجه من دول لا ما تاخدش الاكشن. اوعى تاخد الاكشن لانه مش هيكمل. صح ولا غلط؟ مش هيتعمل. ولو اتعمل هيقف وقت من الاوقات. لو جاوبت دول كلهم اه وفاكتس حاجات حقيقيه مش عندي يعني تمام؟ عمرك ما هتوقف اللي انت عايز تعمله. ها؟ تمام؟ اتفضل. معلش ممكن المايك كده بس ايوه انا لو ما عنديش واحده منهم حلو الاجابه اعمل ايه ساعتها صح؟ هي ما تاخدش قرار من غير ما تجيب الاجابه انا مش عارف التمرينات عامله ازاي روح اتعلم او اشترك مثلا مع حد بيرسونال ترينر يعلمك تتمرن ازاي طب انا مش عارف ايه البنفيت او المنفعه من ده اللي هو اول واحده مش تعمل التمرينات عشان الناس بتعمل فاهم؟ طب لو انا ما عنديش الديزاير هتاخد الاسباب ومميزات، طب لو انا ما عنديش القدره ظبط حياتك عشان تبقى عندك القدره، طب لو انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل فيوقفني، اقف وابدا واسال حد عارف قبل ما اختار. حاجه شبه الديزاير دي مثلا اسباب ومميزات واضرار مثلا بدل المميزات دي كويس بس نفسيا مش مرتاح مش عايز اعمل حلو قوي السؤال ده لما يقول لك انا مش مرتاح يبقى عنده مشكله في الواحد. قال لي رقم كام؟ الديزاير مش عايز، مش هو قالك نفسيا ايه؟ مش مرتاح، ما قالش ايه؟ مش عايز، ما بقاش ديزاير. خد بالكم من اللينجويستيك اللغه لما حد يكون بيقول حاجه يبقى ده عامل تعريف عن النفس. ما ينفعش تطلب دايره فيها لما مش رقم، لا. كان ممكن يقول ايه؟ مش عايز. لكن هو قال ايه؟ مش مرتاح يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ادي واحدة؟ أربعة ability مش قادر على مش عايز صح ولا غلط؟ ففي الحالة ديت إجابة لحضرتك إن أنت لازم توجد لها، طب لو مفيش ما تعملش. طب أنا لو لازم أعملها أوجد لها. طب مش عارف ما تعملش. ما أنت مش هتعرف تعمل الاثنين، فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش أنا طب هي مناسبة بالنسبة لك ولا لا؟ اه مناسبة.
ينفعش يتعمل له خلال. لا ما تبداش ابدا قبل ما تجاوب على طول. ها تفضل. ممكن معلش المايك يا بس تفضل. كويس. كملت بقى السؤال. برافو عليك. انا قصدي كده. لو انت الخمسه دي ما عرفتش كده ما تتضايقش. طب افرض دي حاجه انا ما اعرفهاش، ما هي حاجه متوقعه، انا مش قادر اتوقعها، انا ما اعرفش. بس اي حد ممكن يتوقعها. بلا دي بقول لك ايه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تعطلك عن التمرين؟ وهو بيقول او هي بتقول هيبتدي تقول لك جوه ايه؟ افكار لحاجات ممكن توقفك. فهمت الفكره؟ لما اعمل ده كل شويه هيدورني. ده خد بالك ان كل التولز بتوديك للازرق ولا الاحمر؟ ازرق صح؟ ايوه. عايزين نعمل ال كونتينيوس امبروفمنت اللي هي العدد كام؟ سبعه. هنشوف دلوقتي هنا حاجه اسمها تي دي سي اي. اربع حروف تكروهم دول ازاي اطور الايه؟ العاده السبعه. كان ده سؤال بعض الناس صح؟ طب اطور السبعه دي ازاي؟ اشتغل على نفسي ازاي؟ كويس. تعالى نشتغل على بي دي سي اي. بي دي سي اي دي الفلسفه اليابانيه تمام؟ هم بيشتغلوا على نفسهم في حاجه اسمها بي دي سي اي. دي تنفعك في حياتك في شغلك في دراستك في بيزنس في اي حاجه تبقى محتاجها. تمام؟ بلان دو تشيك اكت. هي سهله جدا. بلان عشان ابقى برو اكتف اخطط انا عايز اعمل ايه؟ اعمله الاكتر اللي احنا قلناه دوت من ضمن البلان ده اعمله وبعدين اعمل ايه؟ اتشيك ده عمل اللي انا عايزه ولا لا؟ لو عمل اكت كمل لو ما عملش اكت الاخيره ان انا اغير. طب التغيير ده محتاج مني ايه؟ محتاج مني بلان تاني فهي بي دي سي اي بي دي سي اي بي دي سي اي طول حياتك ده يخليك طول حياتك تتطور. بس كل ما تطور عارف لما تمشي عجله كده تحط وراها كل خطواتها عشان بكره لما ابدا ابدا من الحته اللي انا وقفت فيها فانا اعمل ده بالظبط از ستاندرد في الصوره دي ان هي اعمل ايه؟ بي دي سي اي عملتها الاقي كونتينيوس امبروفمنت طلعت قدام وصلت بيا من هنا لهنا حط بقى دوبك ان ده الستاندرد بتاعي من النهارده ده شكل جوده حياتي النهارده فاعمل بي دي سي اي وصلت لحاجه جديده ده شكل جوده حياتي النهارده اللي هي الاحسن ما ترجعش ورا هو ده المقصود ما تسيبش نفسك لان انت مخك وانت كشخص عامل زي الانتي فايروس الانتي فايروس دوت لو انت ما حدثتوش هيحصل ايه؟ ملوش لازمه صح؟ تقعد تسكن جهازك كده يقول لك ما في فايروس هو في بس هو مش شايف لانك ما عملتش ايه؟ تحديث صح ولا غلط؟ فانت محتاج تطور من نفسك كل يوم اللي عندك النهارده يوصلك للنهارده مش لبكره. بكره انا محتاج اطور من نفسي واخد علم جديد. بعده نفس الكلام، بعده نفس الكلام، فعمرك ما توقف. Never best always better. افتكروها. Never ايه؟ best always better. خلي ده عندكم فكر في مخك ان انا عمري ما هقف عند ايه؟ عند حاجه اقول انا خلاص انا بقيت اكسبرت في دي. لحد النهارده مثلا انت عظيم في مجال مثلا طلب المبيعات، عظيم في البيزنس، عظيم في اللي بتدرسه، ما تجيش تقف في يوم من الايام تعمل ايه؟ انا خلاص وصلت الاخر انا مش محتاج اتعلم. لا انت اللي جالك جالك لحد النهارده. انت السنه الجايه اصلا في كميه علم رهيبه الناس اتغيرت فانت محتاج تدرس. عشان كده محتاج طول عمرك تذاكر حتى الحاجه اللي انت بتحبها ما تقفش اقعد تطور من نفسك. فانا فعلا محتاجكم تبقوا خارجين من هنا بجمله اللي اسمها ايه؟ never best always better. وشكرا. ده بالنسبه لي. حد عنده اي سؤال بخصوص اللي قلناه؟ اتفضل يا سؤال كتير بس انا مبسوط.
بس انا مش مبسوط. عارف. او الضغط الزياده وصلني لحاجات انا مش عايز اشوفها. انا جاي اسالك ايه؟ حلو. هنا وصلت للبست صح ولا غلط؟ مش البنات حق البست ولا البدر البست صح؟ انا وصلت لكل من دوت فده ممكن يبوظني. في الحاله دي عندي حاجات تشتغل عليها اللي هي ايه؟ اللي مش بسطاني. ازاي اربط ده بالبسط؟ ازاي ابقى مبسوط بالاول بس؟ تمام؟ مطلوب الاورنس مش ان انت تبقي ماسكه عازم مكبره وتشوفي واحد واحد وتشوفي نفسك وتحللي وتحكمي، لا انا عارف ده كله بيحصل بس هستخدمه لصالح. فهمت الفكره معايا؟ حضرتك سؤال ولا؟ نقطه ال reinforcement انا مثلا بتعلم حاجه بقى في الاجازه كويس الوقت بتاعها بالنسبه لي اتعلم كويس بس انا عارف ان هي دراسه وهتزاد كويس طب ابدا بقى دلوقتي مثلا استغل الفرصه دي مثلا شويه ولا اصلا ولا لا كويس بص هو النقطه كلها انت ما دام عارف الانفورسمنت انت كده ابدا بقى هنا بقى هتفرق معاك طب هل انا بقى هواجه الانفورسمنت ولا هستسلم؟ فاهم قصدي؟ انا مثلا هبدا مثلا بكلمه على الاجازه معايا وقت جت مثلا الدراسه والوقت هيبقى اقل شويه من ده حلو فاقل كده بس هستمر انت عارف ان جاي لك reinforcement اسمه ايه؟ الدراسه. هتعطلني صح؟ فانا كثفت في الاجازه وقللت ما مش هعرف. فانت عديت السؤال الخامس ولا الخامس؟ فانا مش هيوقفك ان شاء الله. رابع. هنا في سؤال قبل كده. هنا اخر سؤالين وبعدين برضه عارفين ان انا عايز اتحكم. هو الموضوع ان انت ما بتفتحش الا بعد ما تعرف المعوقات اللي بتجيلك كده مش بتساعد على التصويت زي مثلا ان انت زي الفلسفه اللي بتقول لك غير مستمر وانت على اي حال وتحط تعيد التخطيط وانت بتشتغل يعني حاسس انها بتساعد على التسويق يعني انت تتاكد وتقول لحد ما اقول كل الـ كل الـ او كل حاجه الحاجه برضه دلوقتي ان انا قلت ايه ان انا هبدا في الحاجه وفي الخطه صح؟ انا بدات بس على فكره هو غير الخطه حلو عملت خطه صح؟ واشتغلت بيها صح؟ الخطه دي الخمسه لو قلت الخمسه خطه نفذت ما حصل ايه في النص؟ على فكره البي دي سي ايه؟ مره واحده السي التشيك انت مش دافع خطه دي بس انت من الاول في رقم خمسه قايل لما يجي اي معوقات مفيش مشاكل يا جماعه هنقعد نعمل خطه ونشتغل. انت فهمت قصدي ايه؟ انا فاهم انت لو قلت ان هو ايه؟ اوكي الخمسه دول هيعطلوني لما اعرف اعرف هنا اصلا عنده مشكله مش في الهدوء عنده مشكله في الابيلتي هو مش عايز. فهمت الفكره؟ هو مش عايز لكن انا بقول لك دول عشان ما يوقفوش الاستمراريه، المشكله في العاده فين يا جماعه؟ في حاجه اسمها الكونسستنسي. يعني ايه الكونسستنسي؟ الاستمراريه. يقول لك انا عملتها وبطلت. عشان نمنع ده جاوب مش بس. فهو مش بيسوق بالعكس انا عايز اكمل فاهم؟ بس طبعا بالنسبه لي هقلك بقى بعد هو الاول بس ايوه ده ورا ده ورا مش ده ورا. اتفضل. في مثلا كان في مثلا قديم بيقول في ظلم عندي. تمام في واحد صاحبي بيسال لو في مثلا مجموعه طلب منها تتكلم عنها الخال ده يستاهل ان هم يتوقعوا عليه بس في واحد بس هو اللي عمل الخال ده فهم مش عارفين مين فالمفروض ايه اللي يتعمل دلوقتي؟ عقاب مفيش حاجه خالص؟ لا ما هو مش ده انت جايب التأمين ليه؟ ايه؟ جايب التأمين معاك ليه اللي هو الزوج عندك خمسه في حاجه مشكله حصلت انا مش عارف مين فيهم صح؟ اه فرح ضاربهم كلهم ما هو انا بس ايه المفروض يحصل يعني ده اعرف الاول عارف اسمه حضرتك ما هو انت عايز تعرفه منين عشان اطلع بحاجه تعمل عشان ما يحصلش طب انا مش عارف مين مش عارف هو عامل كده ليه وهعدل ازاي هو هدفك ان انا اعرف خلاص لا هو الفكره مثلا ما حصلش عقاب ممكن تحصل كده ما هو ده بقى حاجه ثانيه بقى ده ما شكل ده اداره يعني فاهم قصدي ايه وبرضه على فكره ممكن يحصل العقاب يحصل كده صح ولا غلط؟ هي مش بالعقاب انت فاهم؟ لا بالعكس انت تشوف السورس بتاع المشكله وحله هيفيد اكتر في الاستمراريه. اخر سؤال انا بعد اذنك بالنسبه للرقم ممكن مثلا بالنسبه للرقم ممكن مثلا يكون قدامي فرصه مثلا كورس انجليزي مثلا مش محتاجه دلوقتي بس محتاجه بعدين تمام فده بالنسبه للرقم بالنسبه لي دلوقتي صفر حلو انت ما قلتش انا مش عارف قلت ايه؟ دلوقتي هو اللي قلت انا مش محتاج هو مش مين هو راح فهمت قصدي؟ انت انا باخد من كلامك انت كلامك قلت انا مش
تعمله؟ بس ممكن يكون فرصة أحسن إن شاء الله. بس مش عايز كده، مش عايز. هل أنت عايز الهم؟ لا. يقعد لا. فهمت قصدي؟ يعني خليك شفت الغالب في الأولانس اللي احنا قلناها من هل أنا فعلا محتاجه؟ فأه لا، لأنك لما تيجي السؤال الخامس اللي فيه معوقات هيبقى عندك القوة إن أنا دافع عنه وأكمله. لكن أنت في الحالة دي هتستسلم بسرعة طول ما أنا عايز أعمل بس هي عملت حاجة مش مهمة، فاهم؟ فهمت قصدي صح؟ شكراً.